قلنا أردت قصيدة يوما عن الطاقمت مسارعا أنشطها نشطة بمدح محمد خير البرايا وأعظم في الورى من ذاق إقطاء له شرح الإله تعالى صدرا وعنه الوزر والسوءات حط له رفعت يد الرحمن ذكرا وقد بسطت عليه الفضل بسطا سخي النفس سح اليد لو لم تكن في الكف إلا الروح أعطى يزيد سخاءه في كل يوم إذا زادت قلوب الخلق قحط به جاء الإله بخير دين لينذر خلقه عربا وقبطا فقام العذق يشهد صدق طه ولا عجب لو استنطقت خمطا ومن في الأرض والسموات قروا سوى من ظل في الدنيا وشطا نبي جاءنا من أمر ربي لينذر أمة في الناس وسطى فحررنا وقد كنا عبيدا ولم نعرف سوى قيدا وصوتا وأصبحنا على الدنيا ملوكا قطعنا في العلا والمجد شوطا كفاه عداءه المولى فقامت تحيك العنكبوت عليه خيطا كفاه عداءه المولى فقامت تحيك العنكبوت عليه خيطا فماذا في الرسول سيزري قرد فرنسي رمته البغي سقط بلا نسب فليس سوى رقيع وقد أخذوه من ربه لقطا تناديه العباد حفيد قرد وقد عرفوه للخنزير سبطا حفيد الرجس قئت القيح إفكا ويخرج فوك عند القول غوطا رضعت الرجس من ثدي البغايا وقد حملتك في الأحشاء شمطا طعنت بخير من أمسى وأضحى وأعظم من حوى رزقا وأعطى ولو وزن اليهود مع النصارى ما سابون فينا عليه خيطا أثاروا ذكره في الأرض حقدا فعم عبيره الدنيا وغطى نبي رحمة للخلق طرا تؤط ببره الأكوان أطى فمنه الشمس تخجل إن تبدى وإن ينظر إليه البدر طأطى لقد عرج السماء فزاد عزا وصاغ المجد للعليا وخطى وقد زكاه رب العرش فضلا فلم يحدث مدى الأيام غلطا ولم تروي شفاه الدهر يوما بأن محمد المعصوم أخطأ طبيب طيب طبنا وطابت بطيبه طيبة للطيب أعطى وختم القول صلى الله ربي على المختار من للفضل أعطى دواما ما السماء همت بقطر وما طير على فيها.